هذا خط بس خط خط الطعام. انا كنت في الشغل، اجيت من الشغل صفيت موتوري هون انا، فطفيت موتور ونزل على الدرج بدي فوت اغراض على البيت، فما حسيت غير على الصواريخ نزلت. اول صاروخ نزل اول الدخلي، بعدين شفت بنت عمي وابنها بالارض يعني، والدمع بيطلع من هون. رديت بدي اطلع انا اركض لبرا مشان اسعفهم، نزل الصاروخ الثاني على الموتور اللي انا كنت راكب عليه كمان دمر.